السلام عليكم الإمام، اتفضل. وعليك السلام استاذ اشرف، كيف الحال؟ الحمد لله تمام، تفضل معايا. انت اخبارك طيب؟ معاك اخوك محمد السيابي شيعي ولا سني؟ شيعي. تفضل. استاذ اشرف، انا استمعت لجميع محاضراتك، بس حبيت استفسر منك. سيدنا علي لما تحاربوا مع سيدنا معاوية، بحبيت استفسر ان سيدنا، تقول معاوية حب يستخلص مع دم عثمان، لكن لما حكى حضرتك معاوية اسمك ايه؟ هل قتل مع عثمان؟ حضرتك اسمك ايه؟ محمد السيابي. عمرو محمد الشيبشير. السيابي عمرو الشيبشير، شيعي ولا سني؟ ها؟ شيعي ولا سني؟ شيعي منين يا عم؟ شيعي من العراق؟ من عمان. من عمان. أولاً السؤال ده مش في الأصول، ده رقم واحد. تمام؟ وأسئلتنا في لا الأصول. بس ولكن اسمع معاوية لما اسمع حكى. يا عمي اسمع، ها أنا هرد عليك. اتفضل اتفضل ولكن اتفضل السؤال ليس في اتفضل الأصول، اتفضل ولكن أنا هرد عليك بما أنك طرحت السؤال. ما هي اتفضل. الشروط التي اصطلح بها الحسن مع معاوية رضي الله عنهما وبايعه من أجلها؟ أولا، أن يترك ايوه معاوية الأمر لله، تمام، وأن يعيش الناس آمنين ولا تقام حروب. ده من ضمن الشروط لكن الموجودة ما قتلوا يا عن أستاذ، دم ركز في كلامي. عثمان. اشترط عليه الحسن ايوه تفضل. ذلك، ألا يقوم عثمان بالحروب مرة أخرى في موضوع قتلت ألا يكون معاوية في موضوع قتلت عثمان. ولكن قتل أغلب هؤلاء في الحروب التي دارت ما بين طلحة والزبير وعلي ومعاوية وحرب علي في مع الخوارج، قتل أغلب من كانوا قاتلين لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وآخرهم قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، فماتوا جميعا أستاذنا الفاضل مقتولين. فهمت ولا ما فهمتش؟ شكرا شكرا لله. شكرا، جزاك الله خير. ركزوا في الأصول أيها عفوا الشيعة. حياك الله.